ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مدينة إسطنبول رئيس مركز هيني يمن السيد صالح الجبري. سيد صالح، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. ماذا يعني أن تتطابق تقريبا الروايتان البريطانية والأمريكية حول الهجوم الذي حصل على الناقلتين في خليج عمان؟ شكرا جزيلا. باعتقادي بأن المنطقة منذ فترة ليست بعيدة تمر بوضع خطير وتهيئة لحرب إقليمية كما هو معلوم أمام الجميع، تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عبر أساطيلها التي أرهبت بها أو تريد أن ترهب بها إيران، وأيضا تحدي إيران الآن المنتشر في أكثر من دولة عربية، في اليمن وفي سوريا والعراق وفي لبنان. والولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تريد أن تستخدم وتستعرض قوتها العسكرية، ولها أهداف أيضا عسكرية، أهداف سياسية وأهداف اقتصادية، وعلى دول الخليج أن تدفع الثمن تحريك أي ناقلة أو شحنة عسكرية أو أي شيء تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن الذي يدفع الثمن هي دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية. وبالتالي ما حدث في خليج عمان يبدو لي أن الولايات المتحدة متورطة في هذا الموضوع عبر استخباراتها المعروفة، أو قد يكون هناك طرف ثالث، ولا أستبعد أن تكون إسرائيل في الخط من أجل يعني أن تقوم حرب إقليمية داخل منطقة الدول العربية. وكل شيء وارد في هذا بالدليل، وكل دولة الآن تحمل الآخر. هل نفهم من ذلك أنك تستبعد وقوف إيران خلف هذا العمل؟ وارد أن تكون إيران أن ترسل، وارد أيضا أن ترسل رسائل عبر، صحيح أن هناك من يقول ليس بمصلحتها، ولكن ممكن بهذا أن ترسل رسالة بأنها قادرة أن تضرب من يقترب من مضيق هرمز ومن يقترب من مياهها، وقد تكون لها أكثر من رسالة، ولما لا؟ يعني هذا شيء وارد. إلى الآن يعني لا يعقل أن الأقمار الصناعية لا تستطيع أن تعرف من اقترب من ناقلات النفط، وبالتالي حتى الآن هي تحترق الشاحنة وطاقم الإنقاذ يعني يخرج آمنا بشكل طبيعي، وكأن الموضوع في تمثيلية. هناك نتوقع أن تكون إيران مشتركة أو هي وراء هذا ما حدث في خليج عمان، وقد تكون أيضا أمريكا وأيضا إسرائيل. يبدو لي هذه الثلاث الجهات هي لها مصلحتها وتريد أن توصل أكثر من رسالة. أمريكا إذا أرادت أن تشعل الحرب لا تحتاج أن تفجر سفينة أو ما. نعم، يبدو واضحا أن هذا الهجوم على الناقلتين جاء بالتوازي مع هجوم على أبها، مطار أبها، وكذلك إعلان الرياض إفشال هجمات متعددة قامت بها ميليشيات الحوثي. إلى أي مدى يؤكد ذلك فشل واشنطن في التعامل مع ملف التهديد لحلفائها وأصدقائها في المنطقة؟ يعني من تحت الطاولة يبدو لي هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني هذه كلها زوبعة إعلامية. حتى وين حدثت حرب ستكون هناك شيء خاطف ليثبت أنه هناك في عداء تاريخي شيطاني كما تصف إيران بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يبدو لي أنه الهدف من ذلك هو يعني السحب أو حلب البقرة الحلوب جاز أن نسميه دول الخليج العربي. و ما حصلت ما وصل إلى السعودية اليوم للأسف الشديد من الركود الاقتصادي، ويعني الوضع الاقتصادي وصلت إليه، وبعض اليمن في الحرب الآن ما وصلت إليه اليمن من ضعف سبب تخاذل للأسف التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. كل ذلك للأسف الشديد لمصلحة إيران. إيران تتوسع بشكل كبير، هناك اتهامات واضحة الآن بأن إيران تهرب السلاح إلى الحوثيين، بل قطع لإطلاق الصواريخ، وهذا واضح إما برا أو بحرا. إذا إيران تريد أن تحارب دول الخليج أو وترسل رسائل أيضا للولايات المتحدة الأمريكية عبر أذرعها.
يعني عبر الحوثيين في اليمن، عبر حزب الله في لبنان، عبر النظام الجماعات الإرهابية في سيد صالح. سيد صالح، من ناحية أخرى تباين في المواقف وخاصة في الموقف الأوروبي، وهنا نتحدث عن ألمانيا تحديدا التي نفت ضلوع طهران في الهجوم، إلى أي مدى يساهم في جعل المنطقة متوترة بهذا الشكل ويساعد في استمرار الحالة التي تعيشها منطقة الخليج الآن؟ هناك إجماع، إجماع غربي للأسف الشديد، إجماع غربي، ويقود ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بسطوتها وقوتها وقرارها في مجلس الأمن، هي المتحكمة في القرار في مجلس الأمن في الدول الخمس دائمات العضوية، وبالتالي ألمانيا بريطانيا أظن هذه تابعة للإدارة الأمريكية لمصالح تاريخية معروفة. المنطقة العربية للأسف الشديد معرضة للانفجار الحرب في أي وقت، المتسبب واضح من لمصلحة من الخاسر الأكبر هي الدول، للأسف الدول العربية التي لم توحد جهودها حتى هذه اللحظة، لم تحل المشاكل الداخلية مثل إنهاء الحرب في اليمن، كل ذلك يصب لمصلحة إيران ولمصلحة الغرب. الغرب يعني قراره معروف، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، واضح على القرار العربي والقرار الخليجي تحديدا، وبالتالي نحن علينا أن ندفع من أموالنا وأن ندفع من أبنائنا وأن ندمر يعني بلداننا، والمستفيد هي أمريكا والدول الغربية، وليس ما حدث في العراق من إسقاط صدام تحت الحجة والكذبة المعروفة، ليس يعني مستبعد أن تقوم أمريكا بعمل أي اتهام لأي دولة عربية أو حتى إيران. أشكرك سيد صالح الجبري، رئيس مركز يني يمن، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.